الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أظهر الحق بالحق وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب. أنزل من السماء ماء فمنه شجر ومنه شراب، أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأجرى السحاب، جعل الليل والنهار خلفة فتذكر أولو الألباب. سبحانه وتعالى هو الملك فوق كل الملوك وهو رب الأرباب. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله، ونعوذ برحمته من المؤاخذة والعقاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المستغفر التواب، خلقه الكتاب، رأيه الصواب، قوله الحكمة وفصل الخطاب. رب صل عليه وعلى آل بيته وعلى جميع الصحاب. أيها الإخوة المؤمنون، عود حميد إلى القرآن المجيد في ليلة غراء كملت بكل المقاييس الجمالية، أقامتها عموم عائلات الصعيدة بمركز أولاد صقر، بذلت كل المجهودات المشرفة لتكون لياليها القرآنية في أبهى وأجمل صورة، وقد جاءوا أهل الواجب جميعا من كل مكان من أنحاء محافظة الشرقية ومحافظة الدقهلية ليشاركوا أبنائها الفضلاء أستاذ مهندس محمد عباس والأستاذ أحمد عباس في تكريمهم للأم المربية الفاضلة. نسأل الله أن يطيب ثراها وأن يغفر ذنبها وأن يوسع في قبرها. مشاركين العزاء لأشقائها جميعا، المهندس حسن نور الدين، أستاذ علي نور الدين، الحاج صالح محمود، ومشاركين جنرال الواجب بالشرقية عموما والدقهلية الحاج صلاح علي حجي، وعموم قيادات مركز عموم أولاد صقر وعموم فروع العائلة بأنحاء عرب العقيلة بمركز الحسنية. شاكر للجميع على مشاركتكم لنا في هذا العزاء العريق. تعالوا بنا أيها الإخوة المؤمنون نستمع إلى قارئ وواحد من العلماء يطوف بنا في طيات القرآن الكريم بما يبلغه عن ربه في كتاب الله بأنه قارئ، وحول التبليغ عن سيدنا رسول الله بأنه عالم، نجم لامع مجيد نعتز بسماعه ونسعد باستماعه. بلغ أكثر عدد مشاهدات على شاشة الإنترنت العالمية لأنه تميز بالإتقان في تلاوته والجمال في صوته والروعة في أدائه، لقب بملك المقامات لأنه يحملك على متابعة تلاواته بشغف وارتياح، تارة حين الوقف، جمال حين الابتداء، لأنه قارئ من أوفى القراء يتلو القرآن بكل إتقان وإصغاء. فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي
سائلين الله له التوفيق، ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع. بسم الله تبارك الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن كل من في السماوات والأرض إلا لقد أحصاهم
لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من
أحد أو تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه 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 ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن 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 على العرش استوى. ستة على
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه سبحانه وجل شأن وإن تجهر بالقول فإنه يعلم فإنه يعلم فإنه يعلم السر وأخفى الرحمن على العرش استوى فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى
وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما فاخلع عليك فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني
فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع 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 لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى
قال هي عصاي قال هي عصاي عصاي أتوكأ عليها وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا من غير سوء
الأخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب يا رب يا رب ثم اشرح لنا صدورنا اعمل ايه حاضر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا
ونذكرك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. شرف إدارك حبيبي الله يبارك فيكم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل
فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني صدق الله العظيم. عطر المكان بأتر طه ويسعد الخلق إذا صلوا على طه وتشرف الأمة بأن قائدها طه وقارئنا تلا علينا من سورتي مريم وطه طه الذي عم الأنام بهديه ساد النبيين الأولى من قبله هو صفوة الباري وخاتم رسله يا أيها المستمسكون بحبله إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا صلوا عليه بكرة وأصيلا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله إنه اللقاء الفريد بنوعه لأحد عمالقة التلاوة باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي القارئ الدكتور عبد الناصر حرك في ليلة تكريم فقيدة عائلات الصعيد بمركز أولاد صقر نسألك اللهم أن تجعل هذا القرآن نورا يتقاطر عليها في قبرها. يتقدم المهندس محمد عباس ويتقدم الأستاذ أحمد عباس المهندس حسن نور الدين أستاذ علي نور الدين حاج صالح محمود بأسمى آيات الشكر والتقدير لحضراتكم ولعموم القيادات الشعبية والسياسية والدينية والتنفيذية وكل عمد ومشايخ وقيادات ورجال أعمال محافظتي الشرقية والدقهلية بخصوص مركزي أولاد صقر والحسنية بعموم عرب العقيلة يتقدمون لكم بأسمى آيات الشكر على مشاركتكم لنا في هذا العزاء. أشكر باسمكم إمبراطور الصوتيات الإذاعية بجمهورية مصر العربية كبرى مخازن الحاج إبراهيم حمودة إدارة المهندس حمادة حمودة والمهندس سعيد حمودة لؤلؤة السرادقات الحاج محمد عبد اللطيف صاحب كبرى مخازن فراشد قصاصين الأزهار كما أشكر باسمكم أيضا الخدمات الفندقية الراقية أولاد المعداوي الإخراج التلفزيوني البارع لعميد مصور الحفلات القرآنية المهندس محمد النجار بمركز فاقوس. الجمع الكريم لم يتبقى على أذان العشاء إلا دقائق قليلة حين ذاك يتوقف الإرسال بحضراتكم على أمل اللقاء بكم على خير عقب صلاة العشاء وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.